وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا القرآن Part 2, Lesson 12, Line 1. بسم الله. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا. قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك من أرضنا بسحرك. Again, قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك. One time. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك. Line number 2. بلغا مجمع بينهما. بلغا مجمع بينهما. بلغا مجمع بينهما. نسيا حوتهما. نسيا حوتهما. نسيا حوتهما. The full line. بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. One more time. بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما. جميل ما شاء الله. Line number 3. هيهات هيهات لما توعدون. Again, هيهات هيهات لما توعدون. ومنها. The full line. هيهات هيهات لما توعدون. ومنها. هيهات هيهات لما توعدون. ومنها. Line number 4. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. فلها. The full line. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فلها. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فلها. جميل. Line number 5. قال فيها تحيون. قال فيها تحيون. قال فيها تحيون. قال فيها تحيون. وفيها تموتون. وفيها تموتون. وفيها تموتون. بعد موتها. بعد موتها. بعد موتها. The full line. قال فيها تحيون. وفيها تموتون. بعد موتها. Excellent, mashallah. Line number 6. ما بين أيديهم. ما بين أيديهم. ما بين أيديهم. يعتذرون إليكم. يعتذرون إليكم. يعتذرون إليكم. The full line. ما بين أيديهم.
يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ. Line number 7. إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. وَمَا خَلْفَهُمْ. وَمَا خَلْفَهُمْ. وَمَا خَلْفَهُمْ. اغْفِرْ لَنَا. اغْفِرْ لَنَا. اغْفِرْ لَنَا. The full line. إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ. وَمَا خَلْفَهُمْ. اغْفِرْ لَنَا. Line number 8. وَيَذَرُهُمْ. وَيَذَرُهُمْ. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. هَلْ عَسَيْتُمْ. هَلْ عَسَيْتُمْ. هَلْ عَسَيْتُمْ. The full line. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. هَلْ عَسَيْتُمْ. Line number 9. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ يَعْلَمُ. Again. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. Again. لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ يَعْلَمُ. Line 10. وَإِذَا مَرِضْتُ. وَإِذَا مَرِضْتُ. So there's a board and then there's a ta. Be careful. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. فَهُوَ يَشْفِينَ. If you're continuing, you would say, فَهُوَ يَشْفِينِ. But if you're stopping, فَهُوَ يَشْفِينَ. وَإِنْ أَسَأْتُمْ. وَإِنْ أَسَأْتُمْ. وَإِنْ أَسَأْتُمْ. Again. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. وَإِنْ أَسَأْتُمْ. Line number 11. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. From Surah Al-Ikhlas. فَمَا فَوْقَهَا. فَمَا فَوْقَهَا. فَمَا فَوْقَهَا. صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ. صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ. صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ. صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ. And the last line. وَهُمْ يَنْهَوْنَ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ. وَهُمْ يَنْهَوْنَ. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ. Excellent, mashallah. Ya Abdullah, Ya Amat Allah, you are doing well. Stick with the lessons. Be constant with your lessons. As our Rasul sallallahu alayhi wa sallam has stated that, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلْ. أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. The most beloved of actions to Allah subhanahu wa ta'ala are those actions that are constant, even though they might be little. Even though it might be little, as long as it's constant, it's beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abdullah, Ya Amat Allah, before we end off, we remind ourselves. The one dua that the Rasul sallallahu alayhi wa sallam was ordered to make in the Noble Quran, one dua he was ordered to make was the dua, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. That, O my Rabb, grant me an increase in knowledge. He was not ordered to make a dua for an increase in money, increase in this, increase in that. But he was ordered to make a dua that Allah increases him in knowledge. And so we should all make the same dua.
قُلْ رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا رَبِّي زِدْنِي عِلْمًا Subhanallah, Allah increase us in beneficial knowledge. Until we meet again, lesson number 13. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.